على مر التاريخ وعبر الزمن الماضي، شكل السوق المصري علامة مضيئة في قلب مدينة إسطنبول، تستقطب كل من جاء وزار هذه الديار، لما له من شكل أنيق ومكانة تاريخية عند المسلمين والعرب في هذه البلاد، مما جعله مزارا لا تتوقف الحركة فيه على مدار أيام العام. السوق المصري تأسس من عام 1664، وكانوا التجار المصريين قديم يجيبوا بضايعهم لهون ويحطوهم هون بهالمكان، فالدولة العثمانية بنت لهم هذا الخان الكبير فتسمى بهذا الاسم، نتيجة انه او بالاحرى سبب انه حطوا بضايعهم، كانت حبوب من زمان، تمام اوكي، يعني كانت مثل زي الحبوب، وهي البضايع الحبوب بالتركي بمعنى مصر، فصار اسمه السوق المصري. وبالنسبة للتجار المصريين حتى انه يعني هنا السوق المصريين، يعني بيقولوا التجار المصريين، فصار هذا السوق اسمه السوق المصري بشكل عام. السوق بيفتح الساعه 8 الصبح، بالصيف بسكر الساعه 7:30، بالشتاء بسكر الساعه 7، هذا نظام الدوله عندهم هون، يعني نظام الشغل. بالنسبه لعدد المحلات تقريبا بحدود 90 محل، 90 دكان، طبعا بيتقسموا اغلبه ببيع مبيعات الحلقوم والبهارات، وفي بعض كذا محل ببيع صاغه ذهب يعني مجوهرات، وبعض المحلات بيبيعوا السيراميك وما سيراميك والمجوهرات الفضة والأشياء الثانية يعني. أما بس بشكل عام هون أغلبه سوق البهارات، يعني مش زي جراند بازار. يقع السوق المصري في منطقة إيمينونو بالقرب من جسر البسفور، وفي مكان يقع فيه الكثير من المساجد والمعالم التاريخية، مما يجعله يأخذ مكاناً متميزاً وسط المدينة. وفي نفس المكان الذي يوجد فيه السوق، كان هناك سوق يسمى ماركو أنولوس خلال العصر البيزنطي، مما يجعل تلك المنطقة من أبرز المناطق عبر التاريخ في إسطنبول. السوق المصري هو عبارة عن سوق بهارات، بشكل أساسي يتم بيع البهارات بالإضافة لأنواع مختلفة من الشاي، وأكثر شيء مشهور بالسوق المصري هو الحلقوم، فيما يدعى بالحلقوم التركي الجلاد باللغة الإنجليزية، هو أكثر ما تشتهر فيه إسطنبول. عبارة هو سوق تاريخي أثري يعود إلى الحقبة العثمانية، تم تأسيسه عام 1646، وهو عبارة عن سوق أثري بتم بيع فيه التحف الأثرية بالإضافة لأنواع البهارات الشايات مثل ما فضلت، وبالإضافة لأنواع ثانية من الزعفران، أنواع مختلفة من المكسرات والفواكه المجففة إلى آخره. ومما يلفت الانتباه أن السوق المصري يحمل اسم دولة عربية، وهذا بحسب المؤرخين كان بسبب الحركة التجارية التي تتم من الهند ودول آسيا نحو البلاد العربية، حيث كان السوق نقطة التقاء لكل التجار والبضائع الذاهبة إلى مصر ودول عربية. أنا أعمل في السوق المصري منذ 10 سنين تقريبا، أبيع الكثير من المنتجات المتعلقة بالبهارات والوصفات الطبية. أستطيع أن أقول أن آلاف الزوار يأتون إلى السوق يوميا من كل المناطق في العالم ومن كل الدول. كل شخص يأتي إلى هنا له هدف الحصول على وصفة طبية أو بهار معين، وكل شيء هنا مفيد جداً على المستوى الصحي. أنا كبائع هنا أنصح كل من يأتي إلى مدينة إسطنبول أن يزور السوق المصري ويتسوق منه ويتبضع البضائع التي يمكنها أن تفيده بشكل كبير، إضافة إلى أن الكثير من المكسرات والبخوليات المجففة والمخزنة والعطور والحلقوم بأشكاله وألوانه وأنواعه المختلفة تباع هنا. المحلات هنا متوافقة ومنسجمة فيما بينها، إلى أن الأرزاق بيد الله وحده،
وكل محل هنا يتميز ببضائع مختلفة عن المحل الذي يجاوره رغم تشابه البضائع، وبالتأكيد أن كل زبون تعود على الشراء من محل معين مثلا. وفي النهاية نتمنى أن يرزق الله الجميع، فنحن كتجار وبائعين عائلة واحدة في هذا السوق. بني السوق المصري قبل حوالي 5 قرون بهندسة معمارية فريدة على شكل سوق مسقوف، ومزج في بنائه العديد من الأساليب المعمارية السائدة في ذلك الوقت، وهو ثاني سوق مسقوف من حيث المساحة بعد البازار الكبير في المدينة. العرب أكثر شيء بيجوا حالياً لهون، وخصوصي وقت الصيف، موسم الصيفي، باعتبار أنه بالعالم الوطن العربي أنه دوام المدرسة أنه بيكون واحد، يعني بالشتاء بيكون بالمدارس، بالصيف بيكون أنه خلاص عطلة، فبيطلعوا على السياحة، فبيجوا لهون على تركيا، منه للإصطياف، لأنه بتعرفوا حكتنا بتعرفوا تركيا كتير حلوة يعني أنه على الأرض، أنه للروحة على طرابزون أو أنطاليا أو هيك، وبالنسبة مشان يتسوقوا لبيتهم طول السنة يعني اللي بيلزمون للبيت، بالنسبة للبهارات أو أي شيء تاني. يشتمل السوق المصري على أنواع مختلفة وكثيرة من التوابل والبهارات الهندية والعربية والأسيوية واللاتينية، ويوجد فيه الكثير من البضائع والمنتجات التي قد لا تجدها في أسواق أخرى، مما يجعل حركة الزوار عليه لا تتوقف، ومن كل دول العالم وأقطاب الأرض، والذين يتوافدون إليه بشكل دوري. السوق المصري بتشوف أنواع بهارات ما بتشوفها بأماكن تانية، يعني في عندك بهارات عبارة عن بهارات مشكلة، هي البهارات العثمانية، البهارات التقليدية الكلاسيكية، بتم بيع بهارات مثلاً نحن بشكل عام متعارف عليه، هو في بهارات رئيسية مثل البهارات نستخدمها بشكل رئيسي. هون بتركيا بالسوق المصري يوجد بهارات مشكلة، بهارات شيء يعني بيسموها بهارات لأكلات معينة، مثل بهار الدجاج، بهار الكباب، بهار السمك، بهار يعني بهارات مختلفة عن أنواع البهارات الرئيسية الرئيسية مثل الكمون والسماق إلى آخره. كيف في هون بهارات مختلفة جذرية لا توجد في أماكن أخرى. تم ترميم السوق المصري أكثر من مرة، وكان في كل مرة يبدو أجمل وألطف من سابقاتها، حيث تحاول السلطات المحلية لإظهاره بشكله الراقي دون أن تمحو أي شيء من ماضيه وتناسق عمارته، وهو ما يجعل الزائرين يلتقطون فيه الصور للذكرى ويترددون عليه باستمرار، ويقضون ربما معظم يومهم بين جنباته وجدرانه.